الاهلي والزمالك بيشعلوا الصداره بفوز على الغزل المحله 3-0 وفوز على سيراميكا 4-0 بابداع وامتاع من القطبين. وعندنا كلام كتير على باتريس كارتيرون اللي بقاله فتره ما لعبش واول مباراه ليه من فتره، وكلام اخر عن موسيماني في حلقه النهارده. بس طالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان توصل لاكبر عدد من الناس، واول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد. ومعاكم مصطفى ودي حلقه جديده من اوت التحليل. يلا بينا نخش نتكلم على الاهلي والزمالك. حطني رقم واحد في الهجاصين. خلينا من البدايه نتكلم على الاهلي وسيراميكا اللي لسه خلصان، وبعد كده نتنقل لمباراه الزمالك والمحله. الاهلي النهارده كعادته بيبدا بال 4-2-3-1، محمد الشناوي وعوده بعد غياب قدام رامي ربيعه وياسر ابراهيم، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، اثنين في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه، والثنائيه دي لازم نتكلم عليها في وسط الحلقه، وقدامهم قفشه على الشمال، كهربا على اليمين، حسين الشحات قدام محمد شريف. في بدايه المباراه الاهلي كان شكله افضل، كنت تحس الاهلي شغال كويس، الاهلي كان عنده حلول سواء على الاطراف او من العمق. ليه؟ لان الناحيه الثانيه سيراميكا كليوباترا ما كانش متحفظ وقافل ملعبه، لا سيراميكا كان فاتح ملعبه، كان بيلعب بال 3-4-3، كان فاتح صدره، نازل عايز يجيبهم في الاهلي، عايز يلعب لعبه الطبيعي، مش عايز يبقى خايف او مقفل قدام النادي الاهلي، وده جه على دماغه، لان في اول اربع دقايق دخل في جون من كورنر بسبب شويه ضغط، جه كورنر جابوا منه جون، وبعد كده جه في جون ثاني واتلغى بسبب التسلل، وجي في جون تالت واتلغى بسبب مش عارف التسلل ولا لابس تياد ولا ايه، كان جونين جون للاهلي واتلغوا وفضلوا 1-0. ال 1-0 وبعد الطرد بتاع سيراميكا الاهلي بقى شكله اقل شويه. ليه الاهلي بقى شكله اقل شويه؟ لان الاهلي في الشكل الطبيعي او في الايام الطبيعيه لما بتلاقي الفريق اللي قدامه متكتل دفاعيا، وده شفناه في كذا مباراه، شفناه مباراه المقاولين، شفناه في مباراه اسوان، شفناه في كذا مباراه، الاهلي لما بقى الفريق اللي قدامه متكتل ومحافظ واقف في نص ملعبه وقدام منطقه الجزاء ومكتل ومدعم مساحات جدا، مش بتلاقي حلول عند الاهلي. اطراف الاهلي او وينجات الاهلي مش بتدي حلول للاهلي في ظل فريق قدامك متكتل. ده هنشوفه او ده بنشوفه عامه في المباراة اللي فاتت، سواء حسين شحاته طاهر او حسين شحاته كهربا او حتى حسين شحاته اجاييه. الاطراف بتاعت الاهلي مش بتدي حلول في ظل ان الفريق اللي قدامك بيبقى متكتل دفاعيا واقف قدام منطقه الجزاء. في ماتش المقاولين فضلت لاخر المباراه لحد ما جبت جول، ماتش النهارده الشوط الاول طلعت 1-0 بسبب ان الفريق اللي قدامك متكتل دفاعيا واقف منظم دفاعيا بسبب الطرد اللي اتطرده. لولا الطرد كنت ممكن تلاقي الشوط الاول خرج 2-3 لان سيراميكا كانت تفضل فاتحه، لكن الطرد خلى سيراميكا تتراجع وتقفل ملعب، وده اللي خلى الاهلي يخرج الشوط الاول 1-0. لكن الشوط الثاني سيراميكا مش تكتل، سيراميكا ابتدى يلعب بتوازن شويه هجوم وشويه دفاع، خمسه ورا الكوره، خمسه قدام الكوره، وابتدى يلعب بشكل اللي هو انا عايز ارجع في المباراه، عايز اجيب جول، عايز اضغط الاهلي، ولكن ده ما اداش باي حاجه، لان الاهلي جه بعديها ضربه جزاء مستحقه في 100%، 100% ضربه جزاء مستحقه. محمد ابراهيم دخل على حسين الشحات وشاله، وضربه جزاء مستحقه الاهلي، دخل الاهلي جاب الجول الثاني، وبعد كده على طول الجول الثالث للاهلي عن طريق اجاييه بيلف وراح شاط الكوره خبطت في رجل مدافع سيراميكا وجون، وقفشه في الجول الاخير جون عالمي. انا كواحد زملكاوي قعدت اسقف لقفشه، الجول اللي جابه ده جون خرافه يعني من مجدي قفشه. ولكن انا عندي شويه كلام على بعض اللاعبين او بعض الحاجات في النادي الاهلي لازم تتصلح في الايام اللي جايه لو انت عايز تكسب دوري او تكسب افريقيا السنه الجايه والكلام ده. اولا الحاجه اللي بيتكلم فيها ان اطراف الاهلي او وينجات الاهلي مش بتدي الاهلي الشكل المطلوب في ظل ان الفريق اللي قدامك متكتل دفاعيا، ده اتمنى او ده متوقع له ان اللعيبه الاجانب الاهلي مشتريها سواء مكسواني او بيرستاو، اللاعبين دول هيفيدوا الاهلي جدا في المباريات اللي شبه دي. انا متاكد ان اللاعبين دول هيفيدوا الاهلي في المباريات اللي شبه دي. الحاجه الثانيه ثنائيه عمرو السوليه وحمدي فتحي، الثنائيه دول هو بصراحه لازم يبقى في ارض الملعب عمرو السوليه. عمرو السوليه يبقى في ارض الملعب، بعد كده حط جنبه ايا كان مين اللي هتلعبه بقى، اكرم توفيق، ديانج، حمدي فتحي، ايا كان، بس عمرو السوليه يبقى موجود. الماتش اللي فات مباراه الاهلي اللي فاتت ضد وادي دجله اتكلمت في الحلقه اللي فاتت بتاعت دجله ان الاهلي ما كانش في الشوط الاول ما كانش عنده حلول هجوميه وما كانش مميز هجوميا بسبب ان ما عندوش صانع العاب المتاخر او اللاعب نمره 8 او اللاعب وسط دفاعي وسط الهجومي لو عمرو السوليه كان موجود على الدكه. ولكن النهارده عمرو السوليه بدا المباراه، لا الاهلي ليه شكل هجومي. ليه؟ اول حاجه قفشه قريب من اللاعبين المهاجمين، قفشه قريب من منطقه الجزاء، قفشه مش راجع لنص الملعب عشان يبتدي الهجمه، لا في لاعب من وراه بيبدا هو الهجمه او هو اللي بيوصل الكره عشان يبدا الهجمه في منطقه الفورتين زون او المنطقه ال 14 يعني، بيبتدي القفشه بيستلم في المنطقه دي يبتدي يحرك الفريق الاهلي. الاهلي تحت قياده موسيماني
بتشوفه مميز، ولكن في مباريات اخرى ما بتشوفوش مميز تماما بسبب الفريق ده متكتل. انا اتوقع في المباراه اللي جايه هنشوف لا فرق تانية بتدافع قدام الاهلي، فرق تانية بتتكتل قدام الاهلي، هنشوف الاهلي عاجز قدام الفرق دي، هنشوف اكيد المباراه الجايه الاهلي عاجز قدام الفرق بتتكتل دفاعيا. ولكن في الاول والاخر مباراه الاهلي هي مباراه بعد الطرد الثالث تكون مباراه سلسه، مباراه لينه، مباراه بسيطه. بعد الطرد خلاص انت اللي متحكم في زموم المباراه، سواء تعلي الريتم توطي الريتم، انت اللي بتستحوذ، انت اللي بتسدد، انت اللي بتجيب اهداف، انت اللي متحكم في كل شيء في المباراه. والمميه بالمناسبه هي طرد مستحق، مفيش كلام يعني، الحارس طلع ياخدها بايده بره منطقه الجزاء. فالاهلي كسب 4 ولسه بينافس على الصداره، ولسه في صداره الدوري فرق المواجهات المباشره او فرق الاجوان. ولسه تعالى بقى نتكلم شويه، الدوري لسه طويل ولسه في ماتشات جايه كتير للاهلي، ولكن الاهلي النهارده كسب، مبروك لكل جمهور الاهلي. تعالى بقى نتكلم عن مباراه الزمالك وغزل المحله اللي انتهت بعد يعني جت الساعه 7 وانتهت قبل مباراه الاهلي على طول. تعالى بقى نخش نتكلم فيها في دهاليز نادي الزمالك. نادي الزمالك وباتريس كارتيرون بداوا مباراه غزل المحله بال 4-2-3-1. بدا بجنش في حارس المرمى قدام محمد عبد الغني ومحمود حمد الونش، على اليمين حمزه المثلوسي، على الشمال عبد الشافي، اثنين في نص الملعب طارق حامد جنبه محمود عبد العزيز زيزو، قدامهم بيلعب بشيكابالا، على الشمال بن شرقي، على اليمين زيزو، قدام سيف الدين الجزيري. الزمالك النهارده اقنعني، الزمالك النهارده خلى انا ابقى قاعد مرتاح. الزمالك بيلعب كوره مميزه، الزمالك بدايه المباراه كان هو اللي متحكم في المباراه، هو اللي ماسك الكوره، هو اللي متحكم في زمام الماتش. ليه؟ لان الناحيه الثانيه غزل المحله كان فاتح الملعب. غزل المحله قرر ويصفق قدر خالد عيد ان هو يلعب بطريقه الزمالك، اللي هو انا هجري كتير، هجري كتير، هضغط كتير، هلعب دفاع متقدم، هفتح دفاعي، وده مش هينفع في ظل انت تلعب دفاع متقدم او تفتح دفاعك قدام لعيبه سريعه زي سيف الدين الجزيري وزي زيزو وزي بن شرقي، وخاصه بن شرقي، يبقى انت كده بتلعب بشيء قاتل. بن شرقي في المساحات النهارده كان بياخد الكره وبيبرطع وبيعمل اللي هو عايزه. سيف الدين الجزيري في الجون الاول بن شرقي اداله صروف المساحه كبيره جدا، راح وجاب ضربه جزاء منها. المساحات اللي تديها للعيبه زي زيزو وبن شرقي وسيف الدين الجزيري هياكلوك، هياكلوك بمعنى الكلمه. ولكن الزمالك النهارده على عكس يعني غزل المحله سعادته بسبب الغيابات، بسبب طريقه اللعب، بسبب كذا حاجه، ولكن الزمالك النهارده كان شكله كويس. كنا بنلعب كوره مميزه، كوره سلسه، كنا بنشوف احيانا زيزو بيخش كمهاجم تاني مع سيف الدين الجزيري، وده كمان كان بيحاول يعني كان باتريس كارترون بيحاول يخلي زيزو او بن شرقي حد فيهم يخش جوه منطقه الجزاء ويخش كمهاجم تاني، بسبب ان يخلي شيكابالا او يقفش شيكابالا من مهام الدفاعيه بتاعت اللاعب نمر 10. كان بيخلي شيكابالا يميل ناحيه الشمال شويه لما بن شرقي يخش كمهاجم، او يميل ناحيه اليمين شويه لما زيزو بيخش كمهاجم، عشان يعفيه من ناحيه اللاعب نمر 10 او ادوار الدفاعيه بتاعت اللاعب نمر 10، وبيخليه كوينج، وكمان بيخلي اللاعب بتاع الزمالك اللي هو وينج بيخش كمهاجم تاني يتحرك في انصاف المساحات ما بين نص الملعب او ما بين المدافع وما بين الباك، وكمان بيخلي شيكابالا ان هو يلعب ورا المدافعين او يخلي في مساحه ويلعب في المساحه اللي ورا الباكات. الشكل ده خلى الزمالك يلعب بشكل اول او الشوط الاول بشكل مميز جدا. الزمالك كان بيلعب بشكل مميز سواء على الكرات على الارض او كرات طوليه، كانت كرات طوليه مظبوطه. وكمان كان الشيء اللي كان عاجبني جدا في نص الملعب هو محمود عبد العزيز زيزو. محمود عبد العزيز زيزو كان على مستوى الضغط كان مميز جدا، على مستوى الكرات الطويله كان مميز جدا، كان بيحاول يريح طارق حامد شويه، وفعلا كان بيريح طارق حامد شويه، ودي تقريبا افضل مباراه لمحمود عبد العزيز من ساعه ما اتصاب من ثانويه وسنه ونص تقريبا. ولكن برضو في بعض اللاعبين من الزمالك كانوا مميزين النهارده، حمزه المثلوسي مثلا انا اتفاجئت بمستوى حمزه المثلوسي. على المستوى الدفاعي حمزه المثلوسي كان مميز جدا النهارده، على المستوى الدفاعي كان مميز جدا، على المستوى الهجومي في شويه علامات استفهام، ولكن ان شاء الله في المباراه اللي جايه يبقى محسن او يتحسن في الوقت الدفاعي او الشكل الهجومي بيحسن من عرضياته. الزمالك بمجمل النهارده كان عامل شوط مميز جدا، اتمنى اوباما ما نشوفوش تاني في الملعب، لان اوباما بيبوظ كل اللي الزمالك بيعمله، باتريس كارترون بيعمله، واتمنى الايام اللي جايه الزمالك يلعب بشكل مميز. الشكل اللي عملته غزل المحله النهارده، انت قدامك 6 ماتشات، الست ماتشات دول انت مطالب ان انت تفوز بيهم من غير ما تبص لاي حد تاني. انت تكسب الست ماتشات بتوعك من غير ما تبص للاهلي، الاهلي كسب ماتشاته، خسر ماتشاته، انت تكسب الست ماتشات بتوعك ومالكش دعوه بحد تاني. الزمالك النهارده قدم مباراه كويسه، سواء في الشوط الاول جبنا جون واثنين وثلاثه وخلصنا الماتش جون ب3-0 الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني عندي برضه علامه استفهام كبيره على باتريس كارترون، ان انت رميت الكوره لغزل المحله واديت الكوره لغزل المحله في ظل انت كنت ممكن تدوس وتجيب سكور وتجيب جون وتجيب اثنين وثلاثه واربعه الشوط الثاني. لو كنت ضغطت على غزل المحله كنت تقدر تجيب كذا جون
في غزل المحله الرشيد الثاني. كنت اتمنى ان احنا نعمل كده وما نرميش الكره لغزل المحله. اتمنى ماتش جد للاتحاد لما نتقدم على الاتحاد ما نديش الكره للاتحاد ونرجع تاني نص ملعبنا، عشان هنتعب جدا في الماتشات اللي جايه لو عملنا الشكل ده ونجيب جون واثنين ونرجع في نص ملعبنا. دي شيوه حلوه، لازم نضغط، لازم نجيب تاني وتالت ورابع وخامس ونخلص الماتش قوي زي الاهلي ما بيعمل كده. بس في الاول والاخر ده كان رايي انا في مباراه، او رايي سريع في مباراه الاهلي وسيراميكا والزمالك وغزل المحله. مباراتين اشعلوا الدوري اكتر ما هو شاعل. مباراتين الزمالك قدم مباراه كويسه وكسب بالثلاثه، الاهلي قدم مباراه كويسه وكسب بالاربعه. مباراه الدوري لسه ما اتحسمش، الدوري لسه بدري عليه. الزمالك عنده ماتش جاي للاتحاد، الاهلي عنده الاسماعيلي، لسه ما فيش شيء اتحسم. المباراه اللي جايه هتحسم كل شيء. في الاول والاخر ده كان راي شخص واحد، ورأينا في مباراه الزمالك كل اسمه والاهلي ومباراه الزمالك وغزل المحله يعني والاهلي وسيراميكا. والله رجعت في الكومنتس لو حاجه جديده سيرش تعمل لايك، اول مره تشوف نعمل سبسكرايب في القناه فعل الجرس يجي الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال بتاعتي فيسبوك تويتر انستجرام، نشط جدا انك تزرعوا لي فولو، ومش على تويتر كريتيت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.